بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. اليوم وزير التعليم يعلن عن 4 زيادات مالية للمعلمين، والحد الأدنى يبدأ من 475 جنيه. الوزراء الموافقة على قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، هل صدر قرار بإغلاق المدارس لسوء الطقس؟ وزير التعليم يجيب معنا اليوم. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين أحوال المعلمين في مصر ودعمه لتطوير التعليم، وأعلن الوزير على موافقة مجلس الوزراء اليوم على إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، يبدأ بتحويل مبلغ 0.5 مليار جنيه لهذا الصندوق، ويوفر هذا الصندوق يوفر مزايا للمعلمين ويكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء. كما أعلن الموافقة على زيادات مالية للمعلمين هذا العام تبلغ قيمتها 5.611 مليار جنيه، وتأتي كالتالي: زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% لمعلم التربية والتعليم والأزهر يستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح القيمة من 75 جنيه للمعلم المساعد إلى 180 جنيه لكبير المعلمين. 2. زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% يستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، قيمة الزيادة 140 جنيها إلى 185 جنيه. زيادة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين بزيادة 25% من قيمة مكافأة الامتحانات، سيستفيد منها 1.4 معلم و700 ألف من الإداريين، القيمة من 50 إلى 155 جنيه. 4. تقرير حافز إدارة مدرسية لمدير المدارس أو شيوخ المعاهد أو الوكلاء، هذا الحافز قيمته 250 جنيه لمدير المدرسة و 150 جنيه لوكيل المدرسة، ويستفيد من هذا الزيادة 110 ألف مدير ووكيل مدرسة ومعهد أزهري. الوزراء الموافقة على قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الإطار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحيات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، بما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم
وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية أو منظومة تعليمية متطورة وفقاً لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية. ونوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي والأزهري تتراوح من 325 جنيه للمعلم إلى 475 جنيه لكبير المعلمين وفقا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. من جهة أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيه إلى 180 جنيه وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين. يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريا لشاغل الوظيفة التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيه إلى 185 جنيها. يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020. ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيه إلى 155 جنيها، كما يستفيد منها أيضا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيه إلى 155 جنيها بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيه لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و 150 جنيه لوكيل المدرسة أو المعهد شهريا. يستفيد منه 110 ألف من مدير المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. وأضاف الوزير مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيس القاهرة الكبرى بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم. ويحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتي يصدر بها قرارات وفقا للملائمة المالية التي تحددها دراسة إلكترونية معتمدة. الوزراء الموافقة على قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري،
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الإطار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن ونوه رئيس الوزراء إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي والأزهري تتراوح من 325 جنيه للمعلم إلى 475 جنيه لكبير المعلمين وفقا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه. وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن هناك العديد من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي، لافتا إلى أنه قد تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى والثاني والثالث الابتدائي بالتعليم العام والأزهري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم خاصة في ظل جائحة كورونا. هل صدر قرار بإغلاق المدارس لسوء الطقس؟ وزير التعليم يجيب. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني حقيقة صدور قرار بوقف الدراسة بالمدارس خلال موجة الطقس السيء التي من المتوقع أن تتعرض لها البلاد، أكد الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار وقف الدراسة من اختصاص السادة المحافظين حسب الحالة في كل محافظة على حدة. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي دون أي توقف لأي سبب حتى الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.